سيد سفير، بصراحة يعني قمة طارئة بعد شهر من الحرب، أليس ذلك متأخرا بعض الشيء؟ والله أستاذة لميس، هو يعني إزاي بنبص للموضوع؟ كان في اندلاع الأعمال اللي حصلت ب 7 أكتوبر، بالعمليات اللي حصلت يوم 7 أكتوبر. وزراء الخارجية العرب اجتمعوا بعدها بأيام، يعني اجتمعوا يوم 11 أكتوبر مباشرة وأصدروا مشروع قرار، أو يعني تبنوا مشروع قرار وصدر هذا المشروع. ثم كان التركيز كله في كل هذه الفترة على تحرك مجلس الأمن، لأنه هو الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في العالم. كان الأمل معقودا أن مجلس الأمن في لحظة ما يعني يستفيق ضمير أعضائه الدائمين ويوافقوا على مشروع قرار يعني يفرض وقف لإطلاق النار، لكن هذا لم يحدث. والوضع أصبح أنه الآلة العسكرية الإسرائيلية مستمرة في الفسك بأبناء غزة، والضحايا في تصاعد مستمر، الخراب والدمار في كل مكان، الاعتداءات الإسرائيلية وحشية بدرجة غير مسبوقة، جرائم إبادة، جرائم حرب كل يوم ترتكب وكل ساعة. وهذا المجلس الأمن لا يستطيع أن يحرك ساكنا، بل يمنع من أن يقوم بدوره. فطبعا هذا الوضع كان من يعني من الصعوبة أنه يستمر بقى، وخلاص واضح أن يعني ما فيش أمل قريب في أنه هذا المجلس ياخذ المسؤولية الملقاة على عاتقه من جانب ميثاق الأمم المتحدة. فكانت الدعوة الفلسطينية، وبعدين يعني اللي أنا أعلمه إن كان في يعني رغبة في إن تكون القمة قريبة، ولكن ترتيبات لوجستية خلت الأمور يعني ترجع عدة أيام. المهم ان احنا وصلنا الى ان القمه ستكون يوم السبت، ولا زالت الحرب مستمره على قطاع غزه مع كل اسف، ولا زال مجلس الامن يفشل، حتى ان فشل في اعتماد مشروع القرار الذي كان مطروحا عليه او الذي كان متداولا امامه.